ان يكون معايا المهندس كمال بيه. مهندس امين، اهلا وسهلا بك يا فندم. حضرتك كنت في انهي قطاع او انهي مكان في يوم الحرب الساعه 2 ل 5؟ كنا في قطاع بورسعيد، في غرفه عمليات قطاع بورسعيد، وكان قائد اللواء بتاعنا 135 مشاه العقيد احمد صلاح الدين عبد الحليم، اللي اصبح بعد كده فاكر الاسم الفريق اصبح بعد كده الفريق احمد صلاح الدين عبد الحليم مساعد وزير الدفاع الاسبق يعني. تمام. احنا في غرفه العمليات تحت صلينا الظهر واحنا لابسين الاحذيه وكده، وبعد الساعه 2 بالظبط مسك الجهاز العقيد احمد صلاح الدين عبد الحليم وقال الله اكبر يا ابني اضرب، واشتعلت القناه بكم المدفعيه الهائل. انتوا عرفتوا الساعه كام كمجندين؟ انا كمجند عرفت حوالي الساعه 2 لانه في غرفه العمليات 2 واحده ونص كده، انا في غرفه العمليات فلازم اعرف. يعني في غرفه العمليات عرفت الساعه 2؟ ايوه 2 الا ايه شويه وانا في غرفه العمليات. كان الموضوع سري تماما طبعا، ودي المفاجاه اللي عملها زعيم السادات اني خطط ان لازم تبقى مفاجاه مبهره للعالم. اه طبعا. يعني عادة وسيادة لو يعلم ان الحروب بتقوم في اول ضوء أو في اخر ضوء أو آخر ضوء. لكن عشان يعملها في عز الظهر الزعيم انور السادات، فدي قمة الاعجاز. ما حصلتش على مستوى الجيوش العالمية وهم صايمين، وهم صايمين في رمضان، في عز رمضان عشر يوم كيبور، ولم يفطر احد، لا مجند ولا ظابط. تم العبور وتم الحرب والناس صايمة، والله اكبر الناس صايمه، وده قمه الاعجاز. انت كنت في اليوم ده في غرفه العمليات ولا عبرت؟ لا هنعبر خلاص، احنا بعد هنعبر بعد كده. عبرنا عبرت على القوارب المطاطيه، على النسق الثاني معانا القائد اللواء والناس كلها. عبرنا في النقطه الكيلو 10 اللي هو ساعه اللواء عارف، ساعه اللواء عارف كيلو 10 اللي جنب بورسعيد اللي بعد راس العيش بشويه جنوب. بالظبط جنوب بورسعيد. اليوم ده يوم استحالة أنساه في حياتي. وبصراحة أسعد أيام عمري هم السبع سنين اللي قضيتهم في الجيش. هم المصريين كلهم في الجيش قضوا السبع سنين من 67 لغاية 74. ليه؟ لأن دي من أنصع صفحات الجيش المصري. مش هتحصل تاني. لو حصلت مش تبقى بالبهار ده، استحالة. اعجاز اللي بيحصل ده. احنا بنتكلم على الشباب اللي ممكن يستكتر سنه في الجيش دلوقتي. احنا بنتكلموا على سبع سنين. سبع سنين وفي ناس كانت اكتر، لان اللي داخل قبل 67 بيكمل اكتر. بيكمل طبعا. اللي جه من اليمن وجه مش عارف ايه كمل لغايه المشوار لغايه 10 سنين. تخيل. يعني احنا كنا داخلين وعارفين احنا مش هنخرج كمال بيه كلنا، وعندنا عزيمه واصرار على الانتقام وعلى اخذ الطار. طبعا طبعا. جوانا كمجندين ازاي، وكان كل يعني انت بتتكلم على كرامتك قدامك. أيوة. ارضك قدامك. هو 135 عسكر في اماكن كتير جدا، الخطاطبه والقصاصين والتل الكبير والدفرسوار، وكنا على خط الميه بيننا وبين اليهود للميه. طول النهار يشتموا فينا، جايبين يهود مغاربه حاطينهم على الشط التاني يشتموا فينا باللغه العربيه، يشتموا في المصريين. انا كنت في دفرسوار مره وطلعت فوق البرج المراقبه ابص، البرج ده فيه سلالم حديد وفيه سلالم حبال. تمام. فببص لقيت واحد قناص منشن عليا والرصاصه خلاص تطلع جت جنب ودني، حذفت نفسي من البرج. لا سلم ولا حبل ولا غيره. تخيل ارضك بيتعامل منها كده. اللي هي الضفه الشرقيه لسيناء قصادك. فقد ايه كان جواك احساس رغبه في الانتقام، احساس بالمهانه ولازم تنتقد. وبعدين احنا مصريين والشعب المصري والجيش المصري جيش معظمه فلاحين وصعايده. الفلاحين والصعايده دول عندهم الطار هو الطار ولا العار زي ما بيقولوا. لازم ناخد الطار، لازم ننتصر. ولذلك احنا دخلنا الجيش وعارفين ان احنا مش هنخرج الا لما نحارب، فكان لازم نحارب.